تحويل النص الأساسي إلى فيديو متكامل بتقنية الذكاء الاصطناعي في أقل من 5 دقائق. نعم يا أختي. أهلا بكم على قناة إزاي الثقافية. في هذا الفيديو سوف نتعرف على أحد المواقع التي تقوم بتحويل النص إلى فيديو باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. ملاحظة مهمة: أغلب هذه المواقع تمنح المستخدمين فترة تجريبية، وبعد انتهاء فترة التجريب يمكنك الاشتراك في الخطة المدفوعة إذا أعجبك الموقع، أو يمكنك تسجيل الدخول إلى الموقع والعمل عليه باستخدام بريد إلكتروني آخر. نفتح الموقع. ما بعرفش. تجدون الرابط في صندوق الوصف، وهذه هي الواجهة الرئيسية للموقع. ثم نقوم بتسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني من هنا. ستفتح هذه الصفحة. يمكنك اختيار النموذج الأول أو النموذج الثاني. بعد الضغط على النموذج سيفتح الموقع هذه الصفحة. الخطوة الأولى: اذهب إلى يمين الشاشة واضغط على Templates واختر القالب الذي يناسبك. ملاحظة: هذه القوالب يمكن استخدامها لعمل فيديوهات دعائية للشركات وغيرها. الخطوة الثانية: بعد اختيار القالب اذهب هنا ثم اضغط على الشخصية. سيفتح لك الموقع قائمة بها كل الشخصيات الموجودة، اختر الشخصية التي تناسبك. يمكنك تحريك الشخصية في المكان الذي تراه مناسبا، كما يمكنك تكبير وتصغير حجم الشخصية. الخطوة الثالثة: من يمين الصفحة اضغط على علامة تكست وقم بكتابة النصوص التي تريدها أن تظهر على القوالب الخاصة بك. الخطوة الرابعة: من يمين الشاشة اضغط على Image واختر الصورة التي تناسب مشروعك وقم بإضافتها إلى القالب، أو يمكنك تحميل صور من جهازك من هنا. الخطوة الخامسة: لو ترغب في إضافة فيديوهات إلى قالب الفيديو الخاص بك، اذهب إلى يمين الصفحة وانقر على فيديو من هنا، ثم اختر الفيديو الذي يناسب موضوعك، أو قم بتحميل أي مقطع فيديو من جهازك. الخطوة السادسة: يوفر الموقع العديد من مقاطع الموسيقى لاستخدامها على الفيديو. يمكنك اختيار الموسيقى التي تناسبك من هنا، أو يمكنك تحميل موسيقى من جهازك من هنا. الخطوة السابعة: الآن نذهب إلى مكان العمل الرئيسي هنا. من هنا نقوم بتحديد اللغة. الموقع يتيح اللغة العربية والكثير من لغات العالم. ومن هنا نقوم بإعدادات الصوت. بعد ذلك هنا يمكنك كتابة النص الذي تريد أن تقوله الشخصية، أو يمكنك تحميل مقطع صوتي من هنا، أو يمكنك التسجيل بصوتك بالضغط هنا. الخطوة الثامنة:
نذهب إلى يسار الصفحة ونضغط هنا لإنشاء صفحة جديدة، ونكرر نفس الخطوات السابقة لاستكمال الفيديو الخاص بنا. بعد الانتهاء يمكنك الضغط هنا للاستماع إلى الصوت الذي قمت بتحميله أو الذي قام الموقع بتجهيزه من النص الذي كتبته. بعد إتمام كل شيء، اذهب هنا إلى يمين الصفحة واضغط هنا على Export لتحميل الفيديو الخاص بك. شكراً على الانتباه ودعم القناة، أراكم في الفيديو القادم.